يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا لبرنامج صباح الخير. وهلا صار وقت فقره الطبخ. اليوم حابه اعملكم هيك شكله شوي تكون غريبه. نطفي الغاز. رح نعمل اليوم اكله اللي هي بطاطا البيوري مع كرات اللحمه، لذيذه وطيبه وسهله كثير. يعني اللي بيعشق البشاميل، اللي بيعشق الصوصات، اللي بيعشق هدول الشغلات، يعني هي البريكسه عن جد بتنعمل معنا بسهوله كثير كبيره. اول شيء خليني اعرفكم على المقادير. هون حاحتاج جبنه اشقوان، هون تقريبا عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه مثل الكفته يعني، وضفت عليها كمان شوي من اللية لانه انا بدي اياها شوي تكون مدهنه. هون هحتاج معلقة كبيرة من الزبدة، دبس بندورة، عندي هون ثوم مهروس، بصل مفروم، هحتاج 3-4 معالق من البقسماط أو بنقول له الكعك المدقوق، هحتاج جوز الطيب، ملح، فلفل، بابريكا وشوي من الزيت النباتي. وطبعا الدهن بترجع أنتم شو بتحبوه، أي نوع بتحبوه ممكن تضيفوه. هلا أول شيء وهون في عندي مثل ما أنا قلت بطاطا، معناتها أنا هون عندي البطاطا بلشت تستوي، قشرتها قبل بوقت كرمال تستوي عندي. انا بقشرها قبل، كنا ايام نحط البطاطاي مثل ما هي ولسه نطلعها من المي ونقشرها ونحطها، لا عم تاخذ معي وقت، عم قشر دغري بقطع وبحط بقلب الطنجره. شوفوا ما احلاها، مسلوقه ورايحه نيفه دغري على الهرس. البطاطا البيوري طبعا انتم النكهه اللي بتحبوا تحطوها حطوها بس، ولكن هي اهم شيء فيها الزبده وجوزه الطيب، بتعطي طعمه كثير طيبه. نطفي الغاز ليك شلون. واحلى شيء انه لازم وقت لما نعمل بطاطا البيوري دغري من الغاز فورا نهرس مشان ما تعذبنا بالهرس. هلا هون حضيف عندي رشه ملح، بابريكا شوي، زبده، فيكم تحطوا كمان اذا حبيتوا حليب بس خلص هيك تمام. هلا حقيمه واهرسها بهذا الشكل. لاحظتوا دغري 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 راحت، اما اذا بدي استنى عليها تبرد شوي ما حيمشي الحال. يعني هلا انا لو حطيتها قبل بوقت مو من الطنجره بشوي بدها تعذبني. دغري فرطت معي والزبده دغري دابت. اذا في شب بالبيت هو يهرسها دغري، ما شاء الله بخبطتين بتكون خالصه. تمام، هلا بدي اجيب برش عليها برشه من جوزه الطيب، وهيك صارت عندي تقريبا البطاطا البيوري جاهزه. وطبعا حارجع اهرسها كمان شوي، بس المهم اني انا فكفكتها عن بعضها، ما بدي اكثر من هيك. هلا هي حقيمه على جنب. هلا خلينا نبلش باللحمه، حاعملكم اياها بهي بس لا خلينا بهي احسن. هون عندي مثل ما قلت لحمه كفته نفسها اللي بنعملها للكباب نفسها ذاتها، لانه انا متى ما قلت بدي اعمل كرات لازم تكون كفته يعني مفرومه على الماكينه. رح قيمها واضيفها مع رشه فلفل اسود، رشه ملح وشوي من البابريكا. رح احط عليها شوي من البقسماط او بنقول لهم نحن الكعك المدقوق، وهيك صارت عندي جاهزه كمان رشه. بتعرفوا انه هنا بالسوق اساسا بغشوا اللحمه الكباب او اي شيء انتم بتاكلوا فيه وكباب بغشوه بالكعك، لانه بيعطي وبيض بيعطي سماكه وما بتفرقوا انه انتم مثلا مخلوطه شيء. ورجيكم اياها كيف بهذا الشكل. طبعا انا شوي عندي مجمده من جوا بس ما مشكله حضل عم ادعكها. مثل ما شفتوا هلا انا بس البطاطا البيوري حرد ارجع اعملها. هلا فيكم هي الصينيه او البيريكس اللي عم نعملها تعملوها بطريقتين، فيكم تعملوها بمية البندورة وفيكم تعملوها بالبشاميل، يعني انتم اختاروا الطريقة اللي انتم بتحبوها، بس أنا حسيت مع اللحمة لبقت لها المي البندورة الحمراء أكثر من البشاميل. فيكم مثلا ذكرات تبع الدجاج إذا تذكرتوا قبل هالمرة عملناها، حطينا طبقة بطاطا بيوري من تحت وفوقها حطينا كمان كرات من اللحمة، كمان كنت طاحنة الفروج إذا بتتذكروا على الماكينة، عملناهم كرات وفوقهم حطينا صوص البشاميل وكمان اشقوان طلعت بتاخذ العين. بس خلينا اليوم نغير نعمل اللحمه بميه البندوره. طبعا صوص البندوره هو نفسه صوص البولونيز اللي بنستخدمه للمعكرونه. يا سلام صارت عندي متماسكه لاحظتوا. طيب هلا انا عندي في حل من اثنين، يا هي اللحمه بدي قيمه كورها وحطها على المقلايه، يا ما بدي اشويها شوي. بصراحه انا لقيت اخر فتره انه انا بجيب مثل هي الصينيه وحطها عليها عم لاقي احسن، هيك بضمن انه هي رح تنشوى بدون ما يتغير شكلها.
هلا هيك شوي بدي كبر الكرات بهذا الشكل، ولازم نحط نقطة زيت على ايدنا مشان انا لاني لابسه كفوف فممكن تلزق. شفتوا هلا اذا حطيتوا نقطة زيت اذا بتلبسوا كفوف وهو يفضل. وهيك صارت عندي اول كرة، شو كيوتة وشو حلوة. هلا هيك، هلا شوفوا انا شو رح اعمل بغيابكم، رح ضل انا عم تكورهم لحتى يخلصوا عندي الكمية، رح اشويهم بالفرن بحرارة 180 او 200، ما بدي اكثر لانه هي اللحمة فورا بتستوي. بصراحة رح كمل هرس البطاطا اللي بيوري هون وترجعوا لعندي بعد شوي مشان نطبق انا وياكم صينية البطاطا باللحمة. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات. هلا صرنا بنص المرحله من اكلتنا لليوم اللي هي بطاطا البيوري مع اللحمه. اخترت اليوم مع الصوص الاحمر لانه حسيتها بتلبق اكثر. فينا نستبدل الصوص الاحمر بالبشاميل، هي بترجع لإلك. حارجع عيد على السريع انا شو عملت. هلا اول مرحله انا سلقت البطاطا مشان اعمل البطاطا البيوري، ضفت عليها زبده، ملح، فلفل، بابريكا، وشوي من جوزة الطيب بتعطي طعمه كثير طيبه. فيكم تضيفوا كمان عليها شوي من الحليب، طبعا انتم بتحبوا شو يعني فيكم تعملوا. هلا رح نقيم ونحط، وطبعا هرستها مثل ما انتم شايفين، يعني هي المرحله كثير بسيطه وكثير سهله، يعني ممكن يكون عندنا قبل بيوم كان زايد بطاطا بيوري. نحن بنعملها هيك بطاطا مسلوقه، ممكن تضيفوا لها بس كم قطعه لحمه ونكون خالصين. هلا رح اقيمها ومسدها بهي. طبقة بهذا الشكل وهيك صارت عندي تقريبا بطاطا جاهزة. شو رأيكم نروح على الفرن نجيب اللحمة؟ اللحمة هي لحمة كفتة تقريبا شي نص كيلو، حطيت معها شوية دهنة بس، حطيت لها ملح، فلفل، بابريكا، وضفت عليها شوي تمام، وضفت عليها شوي من الدهنة لهيك هلا حتشوفوها كثير عم بتشهر، يعني راحوا الدهنة بس أنا مشان تكون شوي دسمة بهذا الشكل. هلا رح اقيم وصفهم هون. طبعا انتو فيكم تقلون تقلاية. بهذا الشكل. ان شاء الله لاحظتوا قديش سهلة. هلا فيكم تتبعوا طريقة ثانية، ممكن تمدوها مد وتشوها شوي بالفرن، بس أنا هيك حابة شكلها أكثر. هلا هي الصغيرة. طبعا هلا هي حترجع كمان تنطبخ جوا. هلا هي ما بقى بدي اياها، رح نقيمها على جنب. ضل عندنا مرحله كثير صغيره ما صفي غيرها. لاحظتوا قديش سهله الصينيه؟ يعني ممكن تصير معنا لعشاء خفيف، ممكن تكون ل مثلا عامله عزيمه بتفيدني كثير. هلا هون رح شعل الغاز من اول. فيكم تضيفوا اي دهن انتم بدكم، يعني هون حضيف شوي من الزيت النباتي، ممكن سمنه، ممكن زبده، حضيف معهم بصل مفروم سوري وتوم مهروس وحرك مثل ما بعمل صوص البولونيز تقريبا. بتحبوا تضيفوا عليه اوريجانو اي شيء نكهه انتم بتحبوا تحطوها فيكم تضيفوا، انا هلا على الاغلب ضيف. اذا عندكم بندوره معصوره كثير بتفيدكم، ما في ما مشكله، معلقه من دبس البندوره ومي البندوره بيمشي الحال. تمام، اخذت معي تقلاية. طبعا انتم بالبيت دائما حاولوا، دائما بقول نحن وقت بنكون هوا ما بنقدر نعطي الاكله مثل ما لازم هي بالبيت اساسا تكون. هلا هون رح اضيف عندي شوي من دبس البندوره وحركه. شو رح اضيف عندي هون؟ ملح، فلفل اسود، وشوي من البابريكا، ولحط هلا اوريجانو. طيب هلا انا هيك تقريبا بلش عندي الصوص يتقلى، انا دائما بقلي مية البندوره. هلا رح اجيب مي واضيفها عليها. هيك صارت عندي جاهزه، ما بدي اكثر من هيك، انا ما بدي صوص كثير. طيب هلا انتم اكيد عرفتوا انا شو رح اعمل. رح استنى هون شوي على الصوص لحتى يتعقد شغلة شي 3-4 دقائق. مثل ما هو الصوص مثل ما هي الطنجرة، رح قيمها
وضيفها وين؟ فوق هاي البطاطا اللي بيوري بهذا الشكل. هلا فوق منها فوق الصوص كمان حارجع ضيف شوي من الأشقوان وبدي فوتها على الفرن بحرارة خفيفة من 180 ل 200، وبعدين بتشوفوا وقت هيك بتنزل المعلقة لتحت وبيطلع لكم البطاطا بيوري مع صوص مع لحمة مع أشقوان بالإيد. بتتاكل يعني؟ يعني بتخيل المعلقة أنا قلت لها هيك تنزل هيك طب أربع طبقات قديش طيبة. هي الحركات تعمليها قصدا مشان تشهينا وتجوعينا يعني؟ والله أنا اشتهيت يعني شو ليه؟ بس أنت حرام بس أنت البريك جنبك يعني شيخ، بس نحن مو جنبنا في مسافة. أنا مش مول ريحة رائعة جدا، بس أنتم متخيلين قد إيش حتطلع طيبة هلا؟ أكيد يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب صبايا. شكرا كثير لك. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين اللي ناطرين يشوفوا الأكلة اللذيذة الشهية بشكل نهائي. بصراحة أنا معدتي هيك صارت تعمل، بس حابة أورجيكم إياها على الهواء. أنا ليكو أنا شو محضرة الشوكة والسكينة. حضرتيهم مشان دغري يا شيف مشان التواقع؟ لك والله عن جد ليكي 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 ليك. يا لطيف. طب نحن شايف كيف قلنا عين قول العالم لعبوا رياضة كلوا أكل صحي كل هدول الأمور يعني كلها حياتنا هيك يا الله. أنت كل فقراتنا خابصتية خلص وجبة هيك وجبة هيك. بس عن جد شوفوا هالمنظر هلا، إذا حطينا قطعة لحمة مع بطاطا بيوري وغصت فيها بالأشقوان، أنا برأيي تروحوا لعند مشلين ورنا، أنا عندي شيء أعمله حاليا. معطفين صراحة معطفين. يسلم إيديك يا شيف يعطيك ألف عافية عن جد شكلها كثير كثير طيبة. أكيد بكرة لاقونا نحن والشيف تهامة على أكلة جديدة، ولاقونا بفقرات دائما منوعة وهيك بتفيدكم أكيد إن شاء الله. يا رب تبقوا بألف خير. باي باي.